قال يسوع: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل إرادة أبي أو مشيئة أبي الذي في السماوات. هذه الآية موجودة في إنجيل متى إصحاح 7 والآية 21: الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. فحديث اليوم: ليس كل من يقول لي يا رب. الغرض من هذا الحديث، طبعا الحديث أجا في السياق حديث مهم كتير. سياق الحديث أن الرب يسوع بيتكلم في عزته على الجبل، وبيصل تقريبا إلى نهاية الموضوع قبل ما بيتكلم عن الأساس السليم وعن البيت الصحيح المبنى على الأساس، والبناؤون الحكماء بين الرجل العاقل أو الحكيم بين والرجل الجاهل. قبليها بيتكلم عن الباب الضيق، وبيتكلم عن يقول: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ثم يقول: من ثمارهم تعرفونهم. فإذا من ثمارهم تعرفونهم. حبيت أتكلم عن هذا الموضوع: ليس كل من يقول يا رب، لأنه وصلني بعض التعليقات على الموضوع اللي حطيناه على الفيسبوك اسمه يسوع وليس عيسى. اعترض أحدهم أنه كلمة عيسى يعني هي الكلمة في اللغة العربية زي ييسوس في اللغة اليونانية، أو جيسس في اللغة الإنجليزية، أو يشوع في اللغة العبرية. طبعا أنا ذكرت الأسباب ليش اسمه يسوع، يهوشوع أو يشوع تعني يهوى يخلص. فإذا صحيح أنه اسم، ولكنه أكثر من اسم مثل ما ذكرت، لأنه تكلمت عن طبيعته صفاته وعمله وقدرته من خلال هذا الاسم. والهدف من كلمة ليس كل من يقول لي يا رب، من السهل أنه نتكلم أنه نقول هذا ربي وهذا إلهي. وحتى الكتاب بيعلم أنه في أرباب كثيرون، وإذا بنقرأ في صفحات الكتاب المقدس ولا سيما في العهد الجديد أو في العهد القديم، سواء بولس اتعامل مع مثلا كنيسة كورنثوس عن أرباب وآلهة كثيرون من الوثنية بعد طبعا ما آمنوا بالمسيح، أنه في أرباب كثيرون لكن إلنا رب واحد. وطبعا احنا بنقرأ في العهد القديم المقارنة بين يهوى هذا اسم الرب وبين آلهة الأمم. فطبعا لما نقول انه اسم لغوي، انه شو ذنب مثلا شخص صيني او شخص امريكي لا يستطيع لفظ الاسم؟ انا مش بتكلم على لفظ الاسم، ولا بتكلم اذا قالوا جيسس او ييسوس في اليوناني أو في اللغة الصينية بعرفش كيف اللفظ بيكون. الفكرة ما وراء الاسم، طبيعة الاسم. وطبعا في آلهة كثيرون، وأحباء المسلمين بيتفقوا معي وإحنا متفقين بهذا الأمر، إنه إله الإسلام بيختلف عن الإله اللي في الكتاب المقدس، وعيسى في القرآن بيختلف عن يسوع في الكتاب المقدس. عيسى في القرآن له مواصفات معينة اللي هي بترفضها رفضا كاملا بالنسبة للصحين، وعدا عن جذور الاسم ومن أين جاء هذا الاسم. وطبعا كلمة يسوع أو يشوع مش صعبة على العرب إنه يلفظوها، ولكن لما بيكون الأمر يعني عنوة إنه بسمي اسم، يعني تخيل مثلا أنا اسمي نزار، كل شوي واحد بيسميني اسم بيختلف، بعد شوي أنا بحس أنه مش عم بيحترم الاسم اللي عندي. وإلا يصاب فينا المثل مثل الرومان. تعرفوا الرومان كان في أباطرة كتير، يعني كدا قيصر جاء، وفي فترة زمنية كان كل يعني كل فترة بسيطة كل كم شهر كان بيعتلي قيصر على العرش. فاللي بينحتوا التمثيل لهؤلاء الأباطرة
وصلوا لوضع انه مش ملحقين على التمثيل. فاللي صاروا يعملوه انه بيصنعوا التمثال، لكن اللي بيسووا بغيروا الراس، بيشيلوا راس وبحطوا راس تاني. فكتير ناس بتفكر انه كل الآلهة هي متساوية، إلهك وإلهنا كله واحد. لا، لما بتدرس الكتاب المقدس ولما بتدرس القرآن بتشوف اختلاف كليا بالنسبة لطبيعة الله، بالنسبة لصفات الله، لمواصفات وخصائص الله. ولما بتدرس شخصية وهوية يسوع بتشوف طبيعته، بتشوف مواصفاته، بتشوف إيماننا كمسيحيين بيسوع المسيح يختلف عن الإيمان المسلم بعيسى. ولهذا السبب إحنا لما منقول اسمه يسوع إنه اسم على مسمى، لأنه في هذا الاسم مثل ما ذكرت فيه تحقيق مقاصد الله من صنع المعجزات، من إخراج الشياطين، من عمل قوات هائلة بهذا الاسم. فيه الغفران، فيه الخلاص. فما عادش الموضوع اسم في اللغة العربية، ولا الإشكال تبعه إذا الصيني ولا الياباني ولا الأمريكي ولا أي خلفية أخرى صعب عليهم لفظة يسوع، كما صعب علي أنه ألفظ اسم مثلا صيني أو اسم كوري، فببسط الأسماء. لكن هون الموضوع ما عادش أنه مشكلة تبسيط الاسم أو فهم الاسم. احنا بنتكلم على طبيعة، بنتكلم على هوية، بنتكلم على مواصفات، على خصائص. لما بتدرس يسوع المسيح في الكتاب المقدس بتشوف انه يسوع المسيح هو كلمة الله، يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، يسوع في الكتاب المقدس صنع آيات خارقة، غفر الخطايا وخلق، يعني هذه المواصفات كلها لله، صرح تصريحات إلهية، عمل أعمال إلهية، أظهر أمجاد إلهية، وفعلا أظهر أمام اليهود إنه هو معادل لله، واليهود فهموا إنه هو حط نفسه إنه الله، يعني جوهر وذات الله. ثم نحن نؤمن بلاهوت المسيح، ونحن نؤمن بصلب المسيح وبقيامة المسيح، وهكذا كتير من المواصفات في هوية وشخصية يسوع. نحن نؤمن إنه الخلاص بالإيمان عن طريق كفارة يسوع المسيح. وكل هذه الأشياء ذكرتها إنه القرآن بيرفضها وبيحط شخصية أو هوية اسمها عيسى، اللي إحنا بعيد كل البعد عن هوية وشخصية يسوع المسيح. هذا ما أردت أن أوضح لأحباء المشاهدين. ما هياش مسألة لغوية. أنا طبعا أفهم أنه في كتير من الأحرف في اللغة العربية مثل العين والغين والحاء والعاء وكل هالأشياء كتير من الشعوب صعب لفظها، وأنا أدرك أنه مثلا اسم محمد في الأجانب لا يستطيعوا لفظ الحين، بقولوا محمد أو مثلا، يعني فالفكرة مش فكرة لغوية، الفكرة ما وراء هذا الاسم. صفات عيسى وهوية عيسى في القرآن تختلف كل الاختلاف عن هوية يسوع واسم يسوع في الكتاب المقدس. كذلك طبيعة الله وصفات الله في القرآن تختلف عن صفات الله في الكتاب المقدس. فإذا حبيت أوضح، ليس كل من يقول يا رب، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. كتير ناس رح يقولوا ليسوع أليس باسمك، باسم يسوع. لاحظ، يعني بيستخدم الاسم لكنه غير ملتصق أو متحد في هذا الاسم. أليس باسمك أخرجنا شياطين، صنعنا قوات، وإلى آخره. قال يسوع إني لا أعرفكم قط. فإذا الفكرة حبيت أوضحها ليس مجرد فكرة لغوية، مع أنه هذا الاسم أعطي مباشرة من الله لأنه يهوى يخلص، وهذا الاسم يتناسب مع أسماء الله في العهد القديم عندما يقول يهوى يخلص. فإذا هذا الاسم لم يتغير، لن يتبدل، وهذا الاسم الذي يخلص
وهذا الاسم اللي من خلاله تحصل على الحياة الأبدية. طالما وضحتك بشكل سريع، أصلي من كل قلبي أن تؤمن بهذا الاسم وتأتي إلى معرفة يسوع المسيح المخلص. من فضلك إذا تباركت من خلال هذا الفيديو اعمل شير للآخرين، والرب يكون معك.